كانت صحراؤها جرداء خالية لا حياة فيها ولا ماء، فعلى مدار العديد من السنوات لم يزرها أي خضار ولم تمسها أي مياه عذبة أو جوفية أو حتى مالحة. صحراء شاسعة بمساحة 250 ألف كيلومتر، ودشن بها أكثر من 9000 شخص العديد والعديد من المشروعات المختلفة، فأصبحت سلة غذائية لا يستهان بها، وزرع بها النخيل بكثافة، بل وباتت مركزا سياحيا هاما حيث أصبح بها عيون مائية كثيرة. صحراء كربلاء في العراق كيف تحولت من صحراء مهمشة إلى مركز يدعم بغداد بالغذاء؟ ولكن قبل الحديث حول هذا الأمر، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، واتركوا لنا تعليقاتكم ومقترحاتكم. لنبدأ القصة. تاريخ الصحراء. يعود تاريخ صحراء كربلاء إلى مئات بل آلاف السنوات، وشهدت الصحراء تغيرات تاريخية عدة، وتعرف بالعديد من الأمور التاريخية، أبرزها بناء حصن الخيضر الذي شيد في فترة صدر الإسلام، فيما يوجد بتلك الصحراء أحد أبرز الأشياء في تاريخ العراق، وهي كهوف الطار التي وصفت بأنها أثر سحيق غائر في عمق التاريخ، حيث يعتقد البعض أن عمرها يعود لما قبل 4000 عام ونيف، وتوجد في غرب مدينة كربلاء، ومن حولها الآثار العراقية العتيقة، حيث المدينة المتاخمة للآثار في الصحراء. وتحدث بعض المؤرخين عن وجود بشر في تلك الكهوف خلال العهد الآشوري القديم، حيث يوجد عدد من الأشخاص داخل تلك الكهوف ما بين عام 1200 إلى 1300 قبل الميلاد. هكذا كانت صحراء كربلاء في الماضي، فكيف هو حالها حاليا؟ نخيل، سلة غذائية، وعيون من المياه المختلفة، فكيف تطورت الصحراء إلى أن وصلت إلى هذا؟ دعونا نرى. عيون مائية في قلب الصحراء. عيون مائية تنضب في قلب الصحراء، ربما تكون تلك الجملة حملة دعائية في أوطاننا، ربما تكون حقيقة أو خيالا، ولكن في الواقع العراقي هي حقيقة بامتياز. المكان مدينة كربلاء تحديدا في الغرب منها، حيث تقع واحة عين التمر التي تعد الأجمل في المنطقة ككل، وبها أنواع متنوعة ومختلفة من التمور العراقية الرائعة. المنطقة أصيبت بالتصحر والجفاف الكبيرين، ولكن المحافظة أصرت على استعادتها من قلب الجفاف. السلطات المحلية أصلحت عيني السيب والزرقاء اللتان تكونان عينين من أصل 5 عيون في المنطقة. عيون المياه التي أعيد نبض الحياة فيها شهدت توافدا شعبيا كبيرا عليها للاستشفاء والسباحة والترفيه بمختلف أنواعه، وتحوي تلك العيون البوتاسيوم والكبريتات التي تساهم في القضاء على الطفح الجلدي وفقا لبعض السكان. تشهد المنطقة تطورا من ناحية أخرى أيضا، وهي زراعة النخيل بمختلف أنواعه. دعونا نتعرف على هذا. زراعة النخيل. مئات المساحات الخضراء في قلب صحراء قاتمة، فاللون الأخضر أصبح المسيطر في صحراء كربلاء، والسبب هو مشروع زراعة النخيل في قلب الصحراء. انطلق مشروع زراعة النخيل في صحراء كربلاء العراقية في عام 2016، حيث كانت المرحلة الأولى، واستمرت تلك المرحلة لمدة 4 سنوات، وبدأ العمل بالمرحلة الثانية وفقا لمواقع إخبارية عدة عام 2020، وقد قاربت تلك العمليات على الانتهاء الآن، وتمتد مزرعة النخيل لنحو 2000 دونم، وتم زراعة 25,000 فسيلة بها من مختلف الأصناف. تلك الفسائل النخيلية أغلبها تم اقتلاعها من أراضي ومدن العراق المختلفة، وتم استيراد بعض الفسائل الأخرى من خارج بلاد الرافدين، وضمت الأرض أكثر من 70 صنفا ذات جودة عالمية مختلفة ونادرة. وتقع تلك المزارع قرب مدينة كربلاء، حيث تبعد عنها حوالي 21 كيلومترا بالغرب. ويستهدف المشروع على تلك المزرعة أمرين لا ثالث لهما، القضاء على التصحر وزيادة المناطق الخضراء.
وتعتمد عليه الزراعة على السقي عبر الآبار، خاصة الآبار الارتوازية. ويسهم هذا المشروع في تحويل الصحراء، خاصة صحراء كربلاء، إلى أرض خصبة يملأها الخضار. وبجانب هذا المشروع يوجد المشروع الأضخم، حيث سلة الغذاء العظمى في الصحراء. سلة الغذاء القادمة. عام 2003 اكتسب القطاع الخاص في العراق دوراً محورياً وهاماً، خاصة في تقدم المجتمع العراقي، مما أسهم في البدء بمشاريع كبيرة ساهمت في نمو الاقتصاد الوطني، حيث استغلت الأراضي الصحراوية الشاسعة قرب مدينة كربلاء أفضل استغلال. فبدأ استغلال أكثر من 550 كيلومتر من المساحات الصحراوية الضخمة في العديد من المشروعات المختلفة. فكما أوضحنا في الأسطر السابقة، مشروعات كالنخيل والأعين المائية، ولكن الأمر الأكثر أهمية واستغلالاً هو السلة الغذائية الكبيرة التي بدأت تتشكل عن طريق أمرين: الإنتاج الزراعي والحيواني. حققت تلك المصانع والمشاريع في قطاع الدواجن على سبيل المثال حاجة السوق بنسبة 25%، حيث وصل عدد الدجاج المنتج إلى 300,000 طن سنوياً. والأمر لا يقتصر على الدجاج فقط لا غير، ولكن يمتد إلى أمور أخرى كالبيض على سبيل المثال، حيث ينتج المشروع أكثر من 3 ملايين بيضة سنوياً، مما يسهم في الاقتصاد والاستهلاك المحلي بقوة. أما الزراعة فكانت لديها نصيب هي الأخرى في مشروع صحراء كربلاء الكبير، فبدأ في العام الماضي بزراعة عدد من المحاصيل أبرزها القمح الذي يصنع منه الخبز والشعير. واعتمدت زراعة تلك المحاصيل على مياه الآبار الجوفية وليس مياه الأنهار، خاصة مع بعد محافظة كربلاء عن نهري دجلة والفرات، أشهر الأنهار العراقية انتشاراً ولقب من ألقاب العراق. وتخطط الدولة العراقية لتحويل صحراء كربلاء إلى مدينة زراعية، حيث خصصت حوالي 120,000 دونم للزراعة، ويصل معدل إنتاج القمح على سبيل المثال للحصر إلى حوالي 150,000 طن سنوياً، على حد قول أحد المسؤولين عن المدينة الزراعية بكربلاء. ووفرت تلك المشروعات أكثر من 10,000 فرصة عمل للشباب والشابات، خاصة مع وجود محطة كهرباء خاصة بالمدينة الزراعية. ويستهدف المشروع وضع حد للاستيراد الخارجي للعديد من المحاصيل المختلفة والدواجن، كما يدخل مرحلته الثانية في هذا العام. كل هذا الحديث يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع مشاريع الربط بين العراق والقارة الأوروبية عبر تركيا، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً أيضاً بالكنوز العراقية سواء في باطن الأرض أو خارجها، وتحديداً النفط العراقي الذي يعد الثروة الأضخم بالبلاد، مما يجعل من العراق درة المشروعات الاقتصادية في المنطقة، خاصة بأراضيه الزراعية التي تحولت إلى خضراء في يوم وليلة بفضل سواعد أبنائها.